بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا تاسع، كيف حالكم؟ نبدأ الآن بمراجعة مادة الفيزياء بالوحدات طبعا الأهم. طبعا جميع وحدات الفيزياء مهمة، لكن إحنا منا نراجع المواد الوحدات اللي بنلاحظ إنها دائما تتكرر معنا في السنوات القادمة إن شاء الله. اليوم سنبدأ في مراجعة اللي هي قوانين الحركة بشكل عام، فنبدأ بدرس الحركة في خط مستقيم وبسرعة ثابتة. أول شيء عرفنا الحركة، إذا بتتذكروا، إنها تغير في موقع الجسم مع الزمن، يعني وأنت جالس مكانك لا تعتبر كائن متحرك. إذا قمت بتغيير مكانك وقمت بحساب الزمن، حطيت مثلا المؤقت، تلاحظ أنك مثلا استغرقت نفترض مثلا 5 ثواني، 10 ثواني، دقيقة، فهنا نقول بأنك كائن متحرك. إذا الحركة تعبر عن التغير في موقع الجسم مع الزمن، إذا تعبر الحركة عن التغير في موقع الجسم مع الزمن، نعم هنا نقول أن الجسم متحرك. إذا شرط للحركة اللي هي موقع مع زمن، إذا شرط للحركة اللي تغير موقع وزمن. طيب، موقع الجسم يحتاج تحديده لنقطة إسناد مرجعية. يعني مثلا أنا لو سألتك كم يبعد بيتك، بتحكي لي ماذا تقصدين؟ بحكي مثلا كم يبعد بيتك عن المدرسة، فأنا اعتبرت مثلا تحكي لي 1 كيلومتر أو 2 كيلومتر، فأنا هنا مثلا اعتبرت المدرسة مرجع إسناد، نقطة إسناد. مثلا تحكي لي يبعد عنها 2 أو 3 كيلومتر يمين المدرسة أو يسار المدرسة، أو مثلا إذا قلت لك مثلا تحكي مثلا تبعد مثلا عن الجامع الفلاني كذا كذا، هذا اسمه نقطة الإسناد المرجعية، هذه تدعى بنقطة الإسناد المرجعية. يعني مثلا انظر هنا، هذا المخطط يوضح طالب انطلق في دراجته، هاي نقطة الإسناد هنا، تمام. بالنسبة لنقطة الإسناد تحرك يمينها، قطع أول إشي 5 متر، ثم 10 متر، ثم 15 متر، ثم 20 متر، ثم 25 متر. إذا تتذكروا يا تاسع أخذنا مفهوم فيزيائي مهم اللي هو اسمه الإزاحة، اللي هي قلنا الموقع النهائي عبارة عن الموقع الابتدائي، رمزنا لها بدلتا سين. وقلت لكم سابقا المقصود بكلمة دلتا هي مصطلح بالرياضيات بيعني إنه الفرق بين موقع نهائي وموقع ابتدائي، يعني رقم 2 ناقص رقم 1. فهنا لو قلت لك احسب لي دلتا سين أو الإزاحة اللي قطعها هذا اللاعب، ستقول لي دلتا سين آخر موقع وصل اللاعب 25، وأول موقع انطلق منه 5 متر، فبتحكي 25 ناقص 5 تساوي 20 متر. طبعا يجب أنك تحدد الاتجاه، هو اتجه نحو اليمين، إذا هذه مقدار 20 متر، الوحدة قسنا بها متر ونحو اليمين. إذا الإزاحة اللي هي التغير يحدث في موقع الجسم، خلال فترة زمنية محددة. إذا الإزاحة، خلينا نكتب هاي المصطلحات مهمة جدا، الإزاحة أو دلتا سين تعبر عن التغير في موقع الجسم مع الزمن، تغير في موقع الجسم، بلاش مع الزمن، هيك بصير عفوا سرعة، طبعا أكيد بده زمن، تغير في موقع الجسم. إذا دلتا سين تساوي سين 2 ناقص سين 1، هذا الموقع الجسم النهائي، وسين 1 اللي هو الموقع الابتدائي اللي بلش منه الجسم. موقع نهائي ناقص موقع ابتدائي، طبعا بالضرورة انه يكون كمية متجهة، الإزاحة اللي عبارة عن كمية متجهة رح تاخذوها بالعاشر، شو يعني متجهة وقياسية؟ متجهة يعني لها تحدد بمقدار واتجاه، زائد اتجاه. يعني نرجع لمثال الدراجة، قلنا نقطة الإسناد من هون، قطع 5 متر، 10 متر، 15، 20، 25 متر. قلنا إذا بدي أحسب الإزاحة بحكي موقع نهائي 25 ناقص موقع ابتدائي 5، بتطلع 20 متر. 20 متر هذا مقدار، يعني كاتبة مقدار، نحو اليمين هذا اتجاه، يمين يسار
أعلى أسفل شمال جنوب وهكذا. طبعا إذا قسمت الإزاحة دلتا سين انظر على زمن بصير سرعة متجهة متوسطة. إذا السرعة خلينا نبدأ بالمفاهيم نتفة نتفة. المتجهة المتوسطة، انتبه متجهة لأنه الإزاحة متجهة، هي حاصل قسمة اللي حاصل قسمة الإزاحة على الزمن. السرعة معروف موقع على زمن، يعني السرعة المتجهة هيك برمزلها عين بتساوي دلتا سين اللي هي الإزاحة على التغير في الزمن. طيب دلتا سين اللي هي سين اتنين ناقص سين واحد، دلتا زين اللي هي زين اتنين ناقص زين واحد. من اسمها سرعة متجهة متوسطة، شو المقصود في سرعة متجهة متوسطة؟ يعني لها مقدار زائد اتجاه. نعم يعني هي ايش؟ متجهة. الناس رح ناخذ القياسية، قياسية تحدد فقط في مقدار متجهة.